إذن اليوم كنعرفوا افتتاح الدورة الثالثة لكوزميتيستا إكسبو، المعرض الدولي لمهن الجمال التجميل والعناية، من 13 إلى 16 أكتوبر بالمعرض الدولي للدار البيضاء. هاد السنة كنعرفوا المشاركة ديال العديد من الشركات المغربية والأجنبية اللي جاوا من جميع بلدان العالم كالصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، البرازيل وفرنسا. ايضا هناك مجموعه من المستجدات اللي كتطرح لنا هنايا في المعرض. الهدف الاساسي ديال الموزعين والمهنيين اللي جايين هذا المعرض هو انهم يتلاقاو مع الموزعين ديالهم، انهم يطرحوا اخر المستجدات في الميدان، وانهم يتلاقاو مع الجمهور العام بصفه مباشره. الجديد هذا العام هو ان كاين المشاركه ديال مجموعه من البلدان الاجنبيه، اللي منهم البافيون شينوا اللي جا خصيصا من الصين، كيتكون من 12 عارض، وكذلك مجموعة من البلدان الأخرى اللي ما كانتش مشاركة معنا في الدورات السابقة، وكذلك الماركات المغربية اللي زادوا عدد العارضين المغاربة أيضا تزاد، بالإضافة لمجموعة من الماركات اللي غادي تطلق في السوق قريبا واللي كان عندنا هنايا للونسمون.